السلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد البسبوسه كتجي بنينه وهشيشه واقتصاديه. كنحتاجوا فيها البنات واحد 4 البيضات، كاس الزيت، كاس السنيده، كاس الكوك، جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، واحد ياغور طبيعي، وجوج خمارات. نبداو على بركه الله. نطلبوا البيض ديالنا شويه، صافي البنات. وكنزيدوا معاه السنيده والزيت وكنخليهم يطربوا واحد شويه، عاد كنزيدوا عليهم. صافي البنات، من بعد ما طربنا البيض والسنيده والزيت ودان الصوص، كنزيدو واحد كاس ديال الكوك، استعملوا غير طراب عادي ولا شي سباتيلا هكا صافي. وعندنا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه. كنزيد واحد جوج خمارات، الا بغيتي تزيدو معاه البنات حتى شي قشره ديال الليمون هاكا محكوكه، حتى هي كتجي زوينه، كتعطي واحد البنه زوينه. ندهنا البنات المول ديالنا بالزبده. من بعد البنات ما دهنا المول ديالنا بالزبده وشويه تاع السميده الرقيقه، كنخويو المول ديال كنخويو الكيك البسبوسه ديالنا. صافي، وكندخلوها للفران حتى كنحسو بها تحمرت لينا مزيان من التحت، عاد كنشعلو على الفوق. يلا البنات، انا غندخلها الفران ملي نجبدها، ندير معاكم السيرو ان شاء الله باش غادي نسقيها.
ندوزو لبنات السير، وكنحتاجو فيه واحد كاس كبير تقريبا ديال الليمون، وكنحتاجو واحد جوج معالق كبار ديال السنيده، صافي البنات كيدوب شويه وكنديروه فوق العافيه، غنحسو بيه بدا يغلى واحد شويه وداب لينا السكر ونخليهم. الاحسن البنات الطريقه هذه ديروها قبل ما تبداو في البسبوسه باش يبرد لكم السيرو، باش غير ملي تجبدوا البسبوسه من الفران تسقيو هذيك الساعه. ها هي البنات البسبوسه ديالنا من بعد ما جبدناها من الفران كنسقاوها بالسيرو اللي وجدنا، السيرو بريت واللي بارد، يا اما ملي تجبدوا ملي تبغوا ديروا السيرو الا كنتو درتوه معطلين تسناو حتى تبرد البسبوسه مزيان عاد تسقيوها بالسيرو سخون، والا كانت البسبوس والا كان السيرو بارد سقوا بها والبسبوسه تكون سخونه باش تشرب لينا كاع داك السيرو تشربوا. صافي البنات نبقاو هكا حتى تشرب لينا البسبوسه كلها. صافي البنات ونديروا فوق منها شويه تاع الكوك اختياري، تزين اختياري، كان عندك اللوز هكا افي اللي ديريه، كان عندك كاوكاو هكا مهرمش، الكوك اللي عندك تزيني به البسبوسه ديالك. تخافوش البنات هادشي كلشي غادي تشربوا لينا البسبوسه مع السميده كتشرب. صافي البنات كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوا هاد البسبوسه البنات والله ما تندموا، وكنتمنى تشجعوني بلي لايك وبالكومونتير وتبارطاجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاهل والاحباب، وتخليوا لي شي كلمه زوينه في الكومونتير. يلا هالبنات نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد.